القوات الانكشارية كانوا من أقوى الجيوش في أوروبا والعالم الإسلامي، وكانوا أول جيش أوروبي مستقل وقائم بذاته، بمعنى أن الجنود الانكشاريين كانت حياتهم كلها مسخرة لتعلم فنون القتال وتدريبات العسكرية، وكانت هي دي وظيفتهم الوحيدة طول حياتهم، وكانوا العمود الفقري والقوة الضاربة لجيش الإمبراطورية العثمانية، وكانوا من أهم أسباب توسع العثمانيين في أوروبا وانتصارهم في العديد من المعارك على أقوى جيوش الممالك الأوروبية. لكن مع مرور الزمن تحول الانكشارية إلى مصدر للاضطرابات والتمرد وتدخلوا في الشؤون السياسية، وازداد نفوذهم حتى طغى على نفوذ السلاطين العثمانيين نفسهم، لدرجة أنهم قاموا بخلع عدد من السلاطين العثمانيين بل وأحيانا اغتيالهم. واستمر تمرد الانكشارية وإشعالهم للاضطرابات ورفضهم لأي تحديث لأسلحتهم وطرق تدريبهم وحتى أزيائهم، حتى قام السلطان محمود الثاني سنة 1826 بحصار معسكرهم في اسطنبول وقصفهم بالمدفعية حتى أبدهم تماما وقضى عليهم، وتم القبض على من نجوا منهم ومصادرة أملاكهم، والحدث ذا سمي باسم الواقعة الخيرية. أما عن سبب تسميتهم بالانكشارية فده سببه أن اسمهم كان في اللغة التركية العثمانية يانيتشرا، وهي كلمة بتنقسم إلى مقطعين، وهما ياني بمعنى جديد وتشرا بمعنى مقاتل أو جندي، وبالتالي فمعنى الاسم في اللغة التركية العثمانية هو الجيش الجديد، لأن السلطان العثماني مراد الأول قام بتكوين الجيش ده واستحداثه وما كانش له وجود قبل كده. وكان العثمانيين بيستخدموا الحروف العربية في الكتابة زائد بعض الحروف الغير موجودة في اللغة العربية لكنها بتشبهها بدرجة كبيرة، يعني زي ما ذكرنا كان العثمانيين بينطقوا كلمة انكشارية ينتشرة لكن كانوا بيكتبوها كده. وفي اللغة العثمانية حرف الكاف اللي فوقيه ثلاث نقاط لا ينطق كاف لكن بينطق نون، وكذلك حرف الجيم كان بينطق في التركية العثمانية تشا، لكن التبس الأمر على المصريين والعرب لأنهم كانوا بيسمعوا الاسم من الأتراك يانيتشرا، لكن في نفس الوقت لاحظوا وجود كاف عند كتابته ولم يكونوا يعلمون وقتها أن الكاف المنقوطة بتنطق نون في اللغة العثمانية. وكمان قاموا بتحويل حرف الجيم اللي بينطق في العثمانية تشا إلى حرف شين في اللغة العربية، ونتيجة لكل الخلط ده تحول الاسم من يانيتشرا في اللغة العثمانية إلى إنيكشرا في اللغة العربية. وعلى نفس طريقة تسمية قوات الجيوش قديما زي المماليك البرجية والمماليك البحرية وفرسان الإسبتارية تحول اسم إنكشرة إلى إنكشارية.